انا الصوره دي ماليش مش فاهمه بصراحه. ايوه هي مين دي؟ تعالي قولي الكلمه. تعالي بس انا ما اعرفش مين دي. انا كل اللي اعرف التليفون دي دنيا، لكن دي انا ما اعرفهاش. ايوه انا طب ما هكدب ليه؟ ما انا لو هكدب هنا هكدب هنا برضه. انت في واحده بتكلمها هي تعرفها؟ انا كنت بكلمها وبقالنا فتره ما بنتكلمش، وهي رجعت تكلمني كانت عايزه طلب وانا قضيته وخلاص. يعني بس انت ما قلتليش. انا بثق فيك. انا ماشي بقى عشان ما اضايقكيش برضه. لا ازاي ما عشان ما اضايقنيش؟ ما انت لما قابلتها وجيت قلت لي. ماشي خلاص اللي حصل حصل. لا مش لما اللي حصل حصل. طب يا جماعه انا ممكن اسيبكم دقيقه كده مع بعضكم تفكروا شويه عشان الحلقه كده مش هتنفع. انا متاسفه. انت دلوقتي بتقلديها؟ انت بتقلديها؟ الصور دي مش طبيعيه. لا ما انا ما اعرف. انا يعني طب انا هقول لك، انا لما جم جابوا الرقم قلت لك الرقم يخصني، لكن الصوره ما بتخصنيش بشيء. ممكن. ممكنين؟ ده مش شكل اصلا. ما تقوليش ده مش شكل. يا بنتي بصي وشي منفوخ ازاي. تعالى انا اصورك صوره اقرب لك فيها وشك واوريك الشكل هيبقى نفسه. وبعدين انا لو انا هتصور مع حد يبقى بعيد عني كده. وانت بتتكلم على البعد. هي الكنبه مش واحده هتبقى بعيد عني كده لو انا عايز اغيظك مثلا اعمل حاجه. بتغيظني يا حبيبي؟ ده الصور دي كانت بيقولوا لك على فولدر لما نروح. طيب تمام. تليفون تليفون ايه؟ الصور قدام. طب قلبي في التليفون من غير ما اقلب. هو حضرتكوا بتصوروا دلوقتي؟ عايزين ميه بس. بلع يا حبيبي بلع. انت خدت التليفون معاك اخش الحمام؟ لا يا بابا خده معاك. هو انت ازاي تتكلمي؟ انت تبقي قاعده؟ ممكن تخليكي في حالك؟ ازاي؟ عشان بجد اسلوبك بجد رخم. اسلوبي رخم؟ طب انا بفهمك دلوقتي، انت دلوقتي الصوره دي انت شايفاها ان هي مش حقيقيه؟ يا ست انت مالك؟ ازاي؟ ازاي؟ انت ازاي عايزاني ابقى هاديه واضحك مثلا؟ انا حصل معايا موقف زي ده كده من شويه، عايزاني ابقى جايه هاديه؟ هتدخن؟ عايزاني ابقى جايه مش متعصبه ولا زعلانه يعني؟ هتدخن؟ انت ازاي مش زعلانه؟ انت مالك؟ انا زعلانه على شيء؟ لا ما تزعليش على شيء. والله زعلانه على شيء. الف سلام عليكي من الزعل يا حبيبتي. حرام يعني انت جميله وبتضحكي. حرام. طب بتقولي عليا ان انا عصبيه. طب انا دلوقتي هاديه وانت كويسه، هو ليه بيحصل معاكي كده؟ خليكي في حالك. يا جماعه بعد اذنكم ده برنامج، احنا مش واقفين في الشارع. بعد اذنكم احنا مش واقفين في الشارع. خليكي في حالك. خلاص بقى خلصنا. بعد اذنكم احنا مش في الشارع، ده برنامج. انا عايزه امشي. انا عايزه امشي. لما اخلص انا عايزه امشي. طيب للاسف مش هينفع تمشي غير لما نخلص المسابقة. انا مش عايزه المسابقة، انا عايزه امشي. طب وبعدين؟ طب ما انا خلاص يعني خلصت. هو في حاجه تاني كده؟ اروح. واحنا كل حاجه نتكلم فيها في البيت ممكن؟ انا عايزه اروح. استغفر الله. طيب يا جماعه بعد اذنكم شيلوا الصوره دي من على الشاشه وحطوا لوجو المسابقه عشان نكمل المسابقه بتاعتنا. خيانه في دمكم بجد. خليها حق من اللي انت بتعمليه ده يعني. خليك في حالك انت كمان. انا في حالي. تعرف؟ اسكت شوية. ساكت. انا بجد بعتذر لك. على ايه؟ جدا. انا اسفة. ما اتمناش ابدا اكون في موقفك ابدا يعني. معلش. ممكن اي راجل انا الحلقة بتضيع مني يا جماعة. اي راجل ممكن يغلط. انا الحلقة كده بتضيع مني. اي راجل ممكن يغلط، فخلاص انا اعترف بغلطي وخلاص، الموضوع خلص. ايوه تعترف بغلطك لما ايا كان بقى ايا كان غلط نتكلم في بيتنا بقى يعني. احنا دلوقتي خلاص انا اعترفت بغلطك. بعد ايه تعترف بغلطك؟ طب يا جماعه بعد اذنكم الكلام ده تخلصوه في البيت قدامنا كلنا. الكلام ده بعد اذنكم تخلصوه في البيت. لما انا بقول كده بقول لك في البيت خلاص انا بس انت معترف ان انت غلطان. ايوه معترف ان انا غلطان وان انت كذاب. ماشي. مش انت كنت لسه في الاول عمال تقول انا خلاص بقى هدي بقى النفوس بقى. انت مش جايه تسخني بيني وبينها؟ كفايه اللي حصل. اوكي خلاص يعني انا كده هنقل الحلقه. اه اوكي تمام. انا متشكره جدا جدا ليكم، متشكره جدا اعزائي المشاهدين. كنتوا في برنامج المتزوجون وميرنا حصل فيها اكبر مقلب. كنا قدامي فيكي مقلب عشان نشوف رد فعلك. هو فعلا بيحبك ولا ما بيحبكيش؟ بس هو فعلا بيحبك.